يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على جميع الأنحاء. وقد جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت على محافظات ومدن مصر وبعض العواصم العربية والعالمية كالتالي.